السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة ليها علاقة بالمانجمنت أو بالإدارة، حاجة فهم خاطئ أو expectations أو توقعات غلط في العلاقة ما بين الموظف والمدير، بتتسبب في أن دايما في مشكلة عندنا في معظم الأماكن أو في معظم المنشآت. أول حاجة، في فرق من العلاقات الأسرية وبين علاقة العمل. العلاقة الأسرية ممكن جدا باباك مهما زعق لك، مهما لو ضربك حتى، انت هتبص في الأرض وهتسمع الكلام عشان طاعة الوالدين، والموضوع مش مقارنة مين صح ومين غلط. لو مامتك مهما عملت طبيعي جدا ان مامتك تسامحك وتشوفك كويس مهما انت عملت. ده في العلاقات الأسرية. علاقة العمل حاجة مختلفة تماما عن كده. المدير لازم يعرف ان هو موظف زيه زي الموظف اللي تحته. السلطة اللي عنده هي سلطة تقييم وسلطة تطبيق القانون، مش سلطة إلهية مطلقة إن أنت مهما عملت المفروض ما يردش عليك ويطيعك طاعة عمياء. لا، هو في حدود السيستم أو القانون اللي بيحكمك وبيحكمه. فكرة اللي أنت تاخد صلاحيات مطلقة وسوبر باور، ده بيأذي الشغل الطبيعي. ان انت ما لو انت رقيت موظف، لو انت رفقت موظف، الطبيعي ان يبقى ده في حدود القانون وفي تطبيق العمل، مش نتيجة مزاجك الشخصي. السوبر باور اللي انت بتاخدها دي او بتحسس الناس بيها بتبوظ الشغل. السوبر باور دي اديها للقانون، علشان لو انت طبقت اي حاجة ما يبقاش الموضوع شخصي وكل الشغل يختزل في ان مين بيحب مين وبيكره مين. ففكرة ان انا اقوى واحد في العالم وان انا بمزاجي هرقيك او امشيك، ابعد عنها، دي فكرة مؤذية جدا. دايما خلي ده في حدود قانون واضح وإيفالويشن سيستم واضح بتقيم دي. فكرة اللي انا عصبي فانا هزعق فانا هشتم فانا ههبل والطبيعي ان انت ما تردش عليا، لا، ده الاب ده الام. انما كعمل لازم تحط دايما في دماغك ان انت موظف زيك زيه، حتى لو اختلف الرانك الوظيفي مش معناها ان انت تتصرف غلط، او ان انت تقول اصلا انا عصبي برج الجوزاء، الكلام ده كله كلام عبيط اداريا غلط. وفي المقابل الموظف وهو بيتوقع درجة التسامح او التعامل، احنا في شغل، فكرة ان المدير هيتساهل في تطبيق القانون او السيستم او ان هو ما يطبقوش، دي مش كرم اخلاق، دي خيانة للامانة. زي ما انت سمعت كده، مفروض المدير ده مؤتمن على تطبيق سيستم معين بشكل معين، عدم تطبيقه هي خيانة للأمانة. ولو بقى بيطبقه على ناس ويسيب ناس، بقى ظلم كمان فوق خيانة الأمانة. فبالتالي مش الصح ان انت تتوقع ده، وان انت تحكم المدير الكويس من الوحش بمين بيفوت لك ومين ما بيفوتش. دي حاجة غلط وبتبوظ الشغل. فكرة ان انا عايز من المدير ان هو يسامحني لو السيستم ان يا جماعة اللي ما بيجيبش تارجت عدد شغل معينة يمشي، لا، انا عايزك تستحملني، الكلام ده يا جماعة مش بلد، الكلام ده خيانة للأمانة. سيستم واضح بيمشي على كل الناس. فكرة حكمك على الشخص هو محبوب ولا مكروه، كويس ولا وحش، نتيجة القرار ده في صالحك ولا ضدك، فكرة خطأ جدا مبنية على أساس غلط، لازم نبعد عنها لأنها بتبوظ فعليا الشغل. انت بتتكلم على خلل اجتماعي، ان انت عندك مثلا لو طلبة في امتحان بتغش، هو لو المراقب طرد واحد، الطالب ده عنده من القلب ان هو يطلع يقول حسبي الله ونعم الوكيل، مع انه كان بيغش بيعمل حاجه حرام. فاحنا عندنا خلل اجتماعي، وده موجود فعلا في الجو العام بتاع الشغل بتاعنا، ان انت ساعات ناس كتير او موظف يتخيل ان تطبيق القانون طالما مش في صالحه ظلم، ويتوقع ان الطبيعي ان هو يبقى فيه تسامح وود وحب. لا، ده يا جماعه الام. انما الشغل التسامح والود والحب المبالغ فيه في قوانين العمل، ده خيانة للأمانة وبتبوظ الشغل. ناخد بالنا من الحتة دي، كل طرف يتوقع ايه من التاني. المدير لا يتكبر ويتجبر ويدي لنفسه سوبر باور مش مظبوطة، لان ده هيأذي الشغل. الموظف يعرف ان القانون وتطبيقه والسيستم دي حاجة في صالح العمل، التسامح فيها مش كرم اخلاق، دي خيانة للأمانة هتبوظ الشغل. ناخد بالنا من النقط دي، وهنتكلم في الفترة الجاية عن حاجات كتير لها علاقة بالمانجمنت علشان نحاول نعالج المشاكل اللي احنا بنشوفها. شكرا.